البيت العائلي هو أحد أهم التطبيقات الإصلاحية وأبرز برامج الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية للنزلاء المؤسسات. البيت العائلي عبارة عن وحدات سكنية تحتوي على عدد من الغرف، بالضبط هما غرفتين وصالة للمعيشة ومرافقهما أيضا، ومطبخ مجهز وصالة تسلية وترفيه للأبناء. الشريحة المستفيدة من البيت العالي هم جميع نزلاء السجون وفق شروط وضوابط محددة لهذا البرنامج أو هذا النشاط. الشروط المطلوبة حتى يستفيد النزيل أو النزيلة من هذا النشاط اللي هو البيت العالي أن يكون النزيل أو النزيلة قد أمضى فترة لا تقل عن 4 شهور في الحبس، أن يكون النزيل أو النزيلة حسني السيرة والسلوك، أن يتقدم النزيل أو النزيلة بطلب إلى إدارة السجن المختص في هذا الشأن، وأخيراً أن يثبت الزوج أو تثبت الزوجة ما يفيد العلاقة الزوجية فيما بينه وبين الشخص أو الزائر. البيت العالي هو ما في شك يشمل المتزوجين والمتزوجات وايضا النزيلات النزلاء والنزيلات الغير متزوجين وغير متزوجات، فبامكانهم ايضا ان تتحقق الزياره لهم في البيت العالي. بالنسبه للاب او الام او الاخوان او الاخوات اللي هم الاغرباء من الدرجه الاولى. الخلوه الشرعيه مشروع يتحدث ويتطرق الى زيارة تتم بين الزوج وزوجته، إنما البيت العالي هو مشروع عام وأشمل يحوي العائلة كاملة، الزوج والزوجة والأبناء والأخوان والأخوات والأب والأم. يستوعب 4 إلى 5 نزلاء تقريباً في الزيارة الواحدة، والزيارة مثل ما ذكرنا ما تتجاوز 3 أيام تقريباً على اعتبار ظروف المباني لم تستكمل بعد، والنظرة الأوسع والأشمل بإذن الله مستقبلاً سوف يكون هناك مبنى متكامل لهذا الموضوع يستوعب عدد كبير من النزلاء والنزيلات، وهي الخطة الموضوعة من قبل الوزارة. الإدارة العامة مستمرة في موضوع الإنشاءات والمباني وكذا، وتحتاج أعتقد فترة لا تزيد عن 3 إلى 4 شهور، ومن ثم نبدأ بإذن الله بالإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لتطبيق هذا المشروع.